مرض التهاب المفاصل المزمن أجبر عبد الغني التوقف عن ممارسة كل المهن الشاقة ليتخذ من هذا المكان المتواضع الواقع على حافة الطريق الرابط بين بلدية ودن جواميلة محلا لبيع الفول ومنتجات أخرى. المرض تاعي اللي خلاني جيت للمكان هنا، عندي التهاب في المفاصل ما نقدرش نخدم، جيت للبلاصه هذه باش نسترزق، جينا باش نسترزقوا هنا، ما جينا نكذبوا ما جينا نخدموا حتى حاجه، كلش نقي كلش نظيف. المرض تاعنا اللي خلانا هكذا، لو كون جينا صحاح نروحوا نخدموا في الشونطي، نكسروا التراس ما ونجيبوا الكوز. الغالب عندي دوسي من عند الطبيب ما نقدرش نهز من فوق 10 كيلو، الحوايج اللي تشوف فيهم هذو عندي هنا كاينين جماعه يدوهم لي لهنا ويعاودوا يجيبوهم لي، يخبوه لي عندهم ويعاودوا يجيبوهم لي لهنا، خادمين خير فيا يعني. يعني ما نكذبوش على الناس، نشري الفول من عند مول البحيره من حدايا ونعاود نجيبو لهنا كيما راك تشوف فيها هكذا، نفركوه نغسلوه ونعاود نحطوه في الكسكاس نفوروه ونديروا له شويه تاع التوابل تاعو ونبيعوه للناس. يتوقف العديد من اصحاب المركبات عند عبد الغني لتناول طبق الفول واطباق اخرى، عاده اصبحت ملازمه للكثير من مستعملي الطريق. الفول تاع عمي عبد الغني غني عن التعريف، نتبل الله يبارك نظيف، بوتيكا كما هي تشوفوا نظيفة، وحتى الآخر اللي حاب يأكل الفول والله يأكل حاجة خلاف عمي عبد الغني راهو كوكتيل. ويبقى حلم عبد الغني الحصول على محل لمزاولة نشاطه وإعانة أسرته وتوفير لقمة العيش بجهده وعمله الدؤوب.